السلام عليكم. اليوم هنشاهد حلقة مميزة جدا من برنامجكم الحجامة وصية أهل السماء، نتطرق فيها إلى أنواع الحجامة المختلفة، ونتعرف على الطريقة الصحيحة لتنفيذ عملية الحجامة بمختلف أنواعها، مع المحافظة على جميع معايير مكافحة العدوى وسلامة المريض. لا أتحدث إليكم اليوم كممارس مرخص للحجامة ولا كباحث في مجال الطب التكميلي فحسب، بل أتحدث إليكم كطبيب وجراح من وجهة نظر طبية بحتة. ولا أنسى أن أتقدم بخالص الشكر للهيئة الرسمية التي تشرف على عملية الحجامة والطب البديل والتكميلي بالمملكة العربية السعودية، المركز الوطني للطب البديل والتكميلي التابع لوزارة الصحة السعودية. كذلك أتقدم بالشكر للدكتور خالد منصور، والذي تطوع أن يكون الموديل الذي سأجري عليه عملية الحجامة بمختلف أنواعها. في البداية وقبل إجراء عملية الحجامة، لابد من إجراءات وقائية تحافظ على سلامتك أنت كممارس، وأيضا تحافظ وتحفظ للمريض سلامته وأمنه. أولاً، تجهيز غرفة الحجامة. لابد من تجهيز غرفة بها كافة الأدوات التي ستستخدمها، وأن تكون تلك الأدوات سهلة الوصول. رقم 1، أدوات الوقاية الشخصية: الكحول لتطهير الأيدي زي ما حضراتكم شايفين، والجونات الخاصة بالمريض والممارس، واقي التنفس، غطاء الرأس والقفازات، البيتادين أو البوفيدون، وماسحات الكحول. رقم 2، أدوات خاصة بالعيادة زي سرير الحجامة أو كرسي للحجامة زي ما حضراتكم شايفين كده، ومكان معد لأدوات الحجامة مثل كؤوس الحجامة ذات الاستخدام الواحد، وشفاط يدوي أو إلكتروني، مشارة طبية معقمة، ويفضل رقم 15، وبعض الناس بتفضل رقم 11 للمحترفين لأنه حاد جدا، جهاز لقياس الضغط والنبض، وأيضا جهاز لقياس سكر في الدم، وضمادات لوضعها على الجروح، وبعد قياس السكر هنحتاج لشاش طبي أو لاصقات معقمة. ثالثا، وسائل مكافحة العدوى: أكياس صفرة، وسلة للتخلص من النفايات الخطرة، صندوق للشارب ماتيريالز أو الأدوات الحادة، وسوائل لتطهير الأسطح، وأيضا صابون لغسيل الأيدي قبل جلسة العلاج. أول شيء بنعمله هو غسيل الأيدي، وفي طريقة لغسيل الأيدي، طريقة روتينية عبارة عن 7 خطوات زي ما حضراتكم شايفين أمامكم. بنفرك باطن اليد في باطن اليد الأخرى، وبعدين باطن اليد في ظهر اليد الأخرى، والعكس مع غسيل ما بين الأصابع، وبعدين المرحلة الثالثة هي غسيل ما بين الأصابع، والمرحلة اللي بعديها غسيل باطن الأصابع، وبعدين نغسل الإصبع الأكبر لكلتا اليدين، وبعدين نفرك أحد اليدين، أصابع أحد اليدين في راحة اليد الأخرى، والعكس برضو صحيح. وآخر مرحلة نغسل معصم اليد. طيب، إيه هي الحجامة؟ الحجامة عملية بيتم عن طريقها سحب الدم من مكان لمكان آخر، سواء داخل الجسم مثل الحجامة الجافة والمساجية والومضية، أو سحب الدم من مكان لآخر كما في الحجامة التشريطية. طب إيه هي أنواع الحجامة؟ أنواع الحجامة تقسم الحجامة حسب التقنية المستخدمة إلى عدة أقسام 4. إما تكون حجامة اسمها الحجامة الجافة ويسموها dry cupping، ودي الوقت اللي بتستغرقه الحجامة الجافة، يعني من 5 دقايق لحوالي 15 دقيقة، ولها فوائد عديدة زي تنشيط الدورة الدموية وتسكين الألم وتخفيف الاحتقان. تاني نوع هو الحجامة التشريطية الويت كابينج،
او الاوتليتنج او البلات كابينج. الويت كابينج الحجامه التشريطيه لها فوائد عديده. طبعا انت ينفع تسوي حجامه او تجري حجامه تشريطيه مباشره او حجامه جافه لمده من 2 لـ3 دقائق ثم حجامه تشريطيه من 2 لـ5 دقائق، وهنشوف دلوقتي في عمليه الحجامه وازاي هنجريها على المريض. لها فوائد، منها ان هي بتعمل فلتره وتنقيه للدوره الدمويه، وتضبط الترويه الدمويه للاعضاء والانسجه. ثالث نوع اسمه الحجامه المساجيه، والحجامه المساجيه بتبقى من 5 لـ30 دقيقه، ومفيده جدا في تخفيف الالام العضليه والام العظام وزياده وتنشيط الدوره الدمويه وزياده الترويه الدمويه ايضا للاعضاء والانسجه. اخر نوع هو الحجامه الومضيه، الفلاش كابينج. الفلاش كابينج بالثواني، بنحط الكاس من 5 ثواني لـ30 ثانية. الكاس نحطه على المريض زي ما حضراتكم شايفين كده، من 5 ثواني لـ30 ثانية، ثم ننقل الكاس، يعني لعند ما نحط آخر كاس ننقل الكاس اللي بعده، ودي اسمها الحجامة الومضية. وفايدتها بتنشط الدورة الدموية وتسكن الآلام وتخفف الاحتقان. تقسيم أنواع الحجامة طبقا لقوة الضغط. في البداية عاوز أقول لحضراتكم إن شفطة واحدة أو سحبة واحدة من المقبض ده زي ما حضراتكم شايفين في الصورة بتساوي 141 ميلي بار. ضغطتين أو شفطتين بيساوي 254 ميلي بار. فالحجامة طبقا لقوة الضغط بنقسمها لثلاثة أنواع. أول نوع اسمه الحجامة الخفيفة، من 100 ملي بار الضغط فيها ل 300 ملي بار او اقل من 300 ملي بار، يبقى من 100 ملي لاقل من 300 ملي، ودي بتساوي سحبتين او من سحبه او سحبتين، يعني نسحب سحبه او سحبتين، ودي اسمها حجامه خفيفه، يبقى من 100 ملي بار ل 300 ملي بار. بعد كده الحجامه المتوسطه، دي بتكون 3 سحبات او 4 سحبات، ودي بتكون من 300 ملي بار لأقل من 500 ملي بار. ثالث نوع الحجامة القوية، الحجامة القوية بتبقى من 5 سحبات فيما فوق، ودي بتبقى أكتر من 500 ملي بار، ودي نتجنبها لأنها أحيانا ما تسبب الحروق. بعد كده تقسيم الحجامة طبقا لطريقة السحب. في طبعا السحب عن طريق النار، بنحط زمان قديما اول ما بدانا نمارس الحجامه ما كانش فيه الشفاطات والادوات الصينيه الجديده ده، فكنا بنجيب كاس الشاي او اللي بنشرب فيها، ونحط ورقه مولعه جواها ونحطها على ظهر المريض، تبدا يسحب الاكسجين فيبدا يحصل ضغط سلبي ناتج عن ايه، احتراق الورقه بالداخل. طبعا هي تمارس لكن تحت اجراءات طبيه معقمه، وما بقاش بقى في ورقة، فبيبقى في قطنة والكحول، وهي لها دور يعني هنتحدث فيه إن شاء الله. وفي الحجامة اليدوية، الشفاط اليدوي اللي بنشفط بيه زي ما حضراتكم شايفين كده. وفي الحجامة الأوتوماتيكية. الحجامة الأوتوماتيكية بيبقى الشفاط هو شفاط أوتوماتيكي زي اللي حضراتكم شايفينه ده، هو أو عبارة عن جهاز بيتم الشفط عن طريقه. طيب تقسيم أنواع الحجامة طبقا للمواد المستخدمة داخل الكاس. في حجامة اسمها حجامة الماء ولها فوائد عديدة جميلة جدا، وبالذات في ارتفاع درجة الحرارة ولها شغل ممتاز يعني. وفي حجامة أخرى اسمها حجامة الأعشاب، بنستخدم أعشاب، هذه الأعشاب لها خواص معينة سواء مسكنة للآلام بنحطها جوه الكاس وبنجري الحجامة على الموضع. في حجامة اسمها ايس كابينج او حجامة ثلج، حجامة ثلجية، ودي لها دور كبير جدا. في حجامة اسمها ماجنتيك كابينج او الحجامة المغناطيسية، ودي جميلة جدا ولها دور كبير في مشاكل المفاصل، بيبقى عبارة عن كاسين، كاس موجب زي ما حضراتكم شايفين في الصورة وكاس سالب، وبيتحط الكاس في مقابل الكاس الاخر على النقطة الاخرى. وفي الحجامة بالإبر الصينية، هو دمج بين استخدام الحجامة مع الإبر الصينية. وفي كمان حجامة الموكسا، الحجامة
بالموكسة زي ما حضراتكم شايفين كده، بنستخدم العشبة الصينية الموكسة، وبتبقى ايه داخل كاس الحجامة زي ما حضراتكم شايفين. في كمان نوع اسمه حجامة الليزر، ليزر كابينج. والليزر كابينج له فوائد عديدة، وبيتم دمج او استخدام تقنية الليزر مع تقنية الحجامة، ومفيدة جدا، وانا شخصيا جربتها وليها يعني شغل فيها كبير جدا. واخر نوع الحجامة الكهربائية. الحجامة دي بنستخدم ستيمولاس او مثير مع الحجامة، فيتم دمج او الاستفادة من تأثير الضغط السلبي والحجامة ومع تأثير التأثير الكهربي. طب طبقا للمنطقة بقى المنوطة، بنقسم الحجامة، حجامة للوجه، وفي حجامة للبطن، وفي حجامة للأقدام، وفي حجامة للعظام، وأيضا في حجامة للرجال، وفي حجامة للنساء. مرحبا بكم من جديد، نتحدث عن الطريقة العملية لإجراء الحجامة الدامية أو الرطبة. في البداية أنت تستقبل المراجع وتتحدث معه للتعرف على تاريخه المرضي وشكواه وفحوصاته، وبالتالي تستطيع معرفة تشخيص حالته، فتحدد نوعية الحجامة ونقاطها. وقبل البدء في عملية الحجامة لابد من التأكد من جاهزية الأدوات، ثم غسيل الأيدي وارتداء الواقيات الطبية مثل القفازات وواقي التنفس كما ذكرت في بداية الحلقة. وبعد غسيل الأيدي وتحديد نوع الحجامة ونقاطها، يأتي تعقيم ما قبل الحجامة. يتم التعقيم باستخدام المعقمات المعتمدة مثل البوفيدون. وأحب أن أنوه أن خل التفاح وزيت الزيتون لا يستخدم كمعقمات طبية. والتعقيم له طرق كثيرة، أبسط هذه الطرق هو التعقيم بطريقة دائرية من الداخل للخارج، مع عدم العودة إلى الداخل مرة أخرى زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. ليه بنختار البوفيدون؟ لأن البوفيدون عصا ذات استخدام مرة واحدة. بعد كده بنبدأ الحجامة الجافة. والحجامة الجافة بناخد كاس الحجامة وبعدين نحطه على المكان بعد ما عقمنا بالبوفيدون، ونشفط شفط متوسط اللي احنا قلنا من 3 شفطات لأربع شفطات، ونسيب الكاس على جسم المريض لمدة تتراوح من 2 لثلاث دقايق. بعدين هنشيله ونمسك المشرط، وأفضل مسكة للمشرط قلنا زي مسكة القلم، زي ما بتمسك القلم بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. واحنا بنتعامل دلوقتي مع أول طبقة من الجلد اسمها إبيديرمز. الطبقة دي عمقها 1 ملي، عشان كده لازم يكون التشريط سطحي جدا. التشريط له قواعد وأسس، وأهمها أن يكون التشريط بطريقة طولية، وعدد الشرطات في الدايرة الواحدة من 6 ل 12 شرطة حسب حجم الكاس، وطول الشرطة نفسها من 2 ملي لحوالي 3 ملي، وعمق الشرطة من 0.3 ل 0.5، يعني ماكسيمم أكبر عمق للشرطة هو 0.5 ملي. بعد كده هنبدأ بعد ما شرطنا نحط الكاس، لكن في احتياطات، احيانا يجي مريض سكر، فمريض السكر بدل ما بتشرطه بالمشرط ممكن تأخذه بقلم الوخز. وقلم الوخز ده قلم بيبقى فيه كذا رأس زي رؤوس اللانسيت بتاع السكر كده، وبيتم وخز المريض، وبعد المريض ما تخلص وخز يعني او كده بتعقم الألم مرة اخرى. الحقيقة الألم في مقاسات للأسنان الوخز اللي داخلية، يعني أفضلها رقم 26، ما بتسببش ألم للمريض أو ألم أقل يعني. بعد ما شرطنا المريض أو أخذناه بالإبر، هنرجع تاني نحط الكاس. هنشفط شفط متوسط زي ما قلنا من 3 لأربع شفطات، ونسيب الكاس أو نترك الكاس على جسم المريض لمدة تتراوح من 3 لـ5. يبقى قلنا الحجامة الجافة من 2 لـ3، الحجامة التشريطية بعد ما شرطنا سيبنا الكاس من ايه؟ من 3 لـ5. وبعد ما انتهاء الـ5 دقايق او الوقت المحدد للحجامة التشريطية النوع الثاني، هيتم ازالة الكاس
والتخلص من الدم بواسطة شاش معقم مش بكلينكس. الشاش المعقم زي ما حضراتكم شايفين كده هنشيل به الدم، ناخد الدم هنحطه في سلة النفايات الخطرة. بعد كده هيجي تعقيم ما بعد الحجامة. يبقى قلنا في تعقيم قبل عملية الحجامة بلوبيدون، وفي تعقيم بعد الحجامة التشريطية ويسمى بتعقيم ما بعد عملية الحجامة. والتعقيم ده ببساطة هنمسك عصا البوفيدون ونفس الطريقة هنعقم من الداخل للخارج بطريقة دائرية مع عدم العودة للداخل. وهنسيب بعد ما عملنا تعقيم هنسيبه لمدة دقيقتين يبدأ ينشف البوفيدون، وبعدين بعد كده نجيب اللاصق المعقم اللي هنحطه على الايه؟ على الجروح أو على الأماكن اللي قمنا بتعقيمها ده. طبعا وحضرتك بتفتح اللاصق يفضل تمسكه من ناحية واحدة وتفتحه وبعدين تحطه عشان تعرف تحكم لاصقه زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو قدامكم كده. دلوقتي هنتكلم في ملخص سريع لعملية الحجامة. ايه اللي عملناه بسرعة؟ قلنا أول إجراء هو غسيل الأيدي، تاني إجراء هو ارتداء الواقيات الطبية زي القفازات وواقي التنفس، تالت إجراء هو تحديد نوع الحجامة ومن ثم نقاطها ومن ثم اختيار وضع المريض. بعد كده هنعقم الجلد ثم وضع الكؤوس ثم استخدام المشرط الجراحي للتشريط ثم وضع الكؤوس مرة أخرى اللي هو الحجامة التشريطية، وبعد كده هننظف باستخدام شاش معقم، وبعدين التعقيم مرة أخرى اللي هو إيه؟ تعقيم ما بعد عملية الحجامة، وبعد كده وضع الضماد وده هنسيبه لمدة 48 ساعة على جسم المريض، وآخر حاجة هي التخلص من الأدوات المستخدمة بطريقة آمنة. طيب ماذا بعد عملية الحجامة؟ بالنسبة للمريض هننصحه بأن هو يستريح في العيادة مدة لا تقل عن 15 دقيقة بعد انتهاء الجلسة، وبعدين لا ينصح بالقيادة، ما يسوقش على طول وهو خارج، ينتظر شوية عشان يفوق، وبعدين ينصح المريض بعدم إزالة الضمادات لمدة 48 ساعة عشان يحصل التئام جيد للجروح، وينصح بأخذ الكثير من السوائل والماء مع الاستمرار على الأكل الصحي والتقليل من البروتينات والدهون والملح لإعطاء الجسم فرصة للاستشفاء، ونحدد له الموعد الجلسة التانية إن كان هيكون في جلسة تانية نبلغه بيها. طيب بالنسبة للممارس هيتم التخلص من جميع الأدوات المستخدمة والواقيات الشخصية والقفازات الطبية والماسكات، خلاص هنتخلص منها بعد الجلسة الواحدة. رقم 2 هيتم غسيل الأيدي أو تدليكها بالكحول، وبعدين استكمال التسجيل ملف المريض تكمله ويبقى تكتب كل تفاصيل الجلسة واللي حصل بالضبط في الجلسة وتسجله في ملف، وبعد كده بيبقى في حاجة اسمها المتابعة، المريض هتتصل به بعد يومين وتنبهه ان هو يشيل الضمادات الطبية ويطهر مكانها وتديله رقم تليفون العيادة أو رقم تليفونك عشان يقدر يتواصل معك لو في شكوى أو شيء. التخلص من النفايات الطبية، التخلص من النفايات الطبية بيتم التخلص منها بصورة يومية بعد انتهاء العيادة. الكيس النفايات إن وصل لثلاث أرباعه بيتم إغلاقه ووضع كيس جديد، وانت بتتخلص من النفايات الطبية يتم ارتداء قفاز سميك علشان النفايات وتحافظ على نفسك، ويتم وضع جميع النفايات دهيا في الصناديق الخاصة بها وإغلاقها إلى حين التخلص الآمن منها. الحمد لله كده انت انتهيت من إجراء حجامة بطريقة علمية صحيحة مع الحفاظ على جميع معايير مكافحة العدوى وأمان المريض. انتظروني في حلقة قادمة من برنامجكم الحجامة وصية أهل السماء من أجل نشر حجامة صحية آمنة ومتطورة. شكرا لمشاهدتكم، أنتظر أسئلتكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب حتى يصلكم جديد أعمالنا. حفظكم الله ورعاكم.